السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا متابعينا، تحية لكم أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدينا الأعزاء، منحة سعودية جديدة تتعلق بالشأن اليمني ومتطلبات أبناء الشعب اليمني، وخصوصا فيما يتعلق بالكهرباء وما يؤثر أيضا وينعكس على الوضع الاقتصادي. فقد وصلت خلال اليومين الماضيين إلى ميناء عدن سفينة محملة ب 62 ألف طن من الديزل و 25 ألف طن من المازوت. هذا العدد وهذه الكمية ستتوزع على 10 محافظات يمنية لتشغل قرابة 64 محطة يمنية لتوليد الكهرباء، مما سينعكس بإذن الله تعالى على شأن الكهرباء بشكل عام في هذه المحافظات. هذه المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية تبلغ قيمتها وبشكل شهري 60 مليون دولار شهريا، ستلامس احتياجات ومعاناة المواطنين وخصوصا في المجال الذي وضعت من شأنه. أيضا ستسد العجز الذي كانت تتحمله ميزانية الجمهورية اليمنية من خلال صرفياتها الكبيرة فيما يتعلق بشأن المازوت والكهرباء، المازوت والديزل الخاص بهذه الخدمة، خدمة الكهرباء. وبإذن الله تعالى يشهد الوضع تحسنا خلال الأيام القادمة. هذا الموضوع اليوم سنناقشه مع قراءة في أبعاده وانعكاساته على الوضع الخدمي والوضع الاقتصادي وأثره أيضا على الكهرباء، مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور إيهاب القرشي، مدير مشروع الرقابة والتقييم في منظمة سكوب. أهلا وسهلا بك دكتور إيهاب. أهلا وسهلا فيك. إذن منحة المشتقات النفطية السعودية وأثرها على الكهرباء واقتصاد اليمن هي موضوع نقاشنا مع ضيفنا هنا الدكتور إيهاب. سنناقش معك هذا التقرير، لكن دعنا هذا الموضوع، لكن دعنا سنتابع سويا هذا التقرير الذي أعده مشكورا زميل فؤاد فارس. أولا، إلى ميناء عدن وصلت الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية والمقدرة ب 60 مليون دولار شهريا. منحة هدفها تزويد محطات الكهرباء في جميع المحافظات المحررة ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره. ووفقا لمصادر في شركة النفط، فقد بدأت الشركة في توزيع 62 ألف طن من الديزل و 25 ألف طن من المازوت على 10 محافظات لتشغيل 64 محطة توليد كهرباء على مدار الساعة تحت إشراف من الحكومة اليمنية ورقابتها، ليستفيد منها أكثر من 8 ملايين مواطن يمني. المنحة النفطية ليست الدعم الوحيد المقدم من قبل المملكة مؤخرا، إذ وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مطلع هذا الشهر بتقديم 200 مليون دولار لإيقاف انهيار الريال، وهو مبلغ يضاف لمبلغ مليار دولار تم إيداعه سابقا، إضافة لملياري دولار تم إيداعها مطلع هذا العام، وهي مبالغ تؤكد بالإضافة لجهود مركز الملك سلمان في أكثر من مجال الدعم السعودي المستمر لوطن تربطه بالمملكة روابط التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك. التوقف أمام الدعم السعودي المتواصل والمنحة النفطية على وجه الخصوص يفرض التوقف أمام مدى الاستفادة من هكذا دعم، وإذا كان مهما التوقف أمام مصدر الدعم لتقديم كلمات الشكر، فإن الأكثر أهمية الوقوف أمام كيفية تعاطي الحكومة مع الدعم بمنطق المساءلة والمحاسبة، وذلك منطق رابط بين الشعوب وحكومتها القائمة على خدماتها، منطق ينطلق فيه المواطن في مسارين لا ينفكان عن بعضهما، مسار تتبع المنحة النفطية لتصب كل قطرة منها في صالح المواطن الذي جاءت باسمه ولأجله، ومسار متابعة المبالغ المالية التي كانت تصرف لتوفير الوقود للكهرباء والتي بات واجبا وضعها في مساق آخر من مساقات التنمية والإعمار والخدمات لأن تفقد طريقها في الجيوب والمتاهات. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأجدد ترحيبي بكم مشاهدينا وبضيفي هنا في الاستوديو الدكتور إيهاب القرشي، مدير مشروع الرقابة والتقييم في منظمة سكوب، للحديث عن منحة المشتقات النفطية الشهرية السعودية وأثرها على الكهرباء واقتصاد اليمن. أجدد ترحيبي بك دكتور إيهاب. أهلا وسهلا، شكرا لكم الاستضافة. في إطار هذه المنحة والتي هي امتداد لمجموعة المنح والمساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن، حدثنا عنها وعن طبيعتها أولا.
أولاً عندما نتحدث عن أي منحة من المملكة العربية السعودية، نحن نتحدث عن حلقة في سلسلة طويلة ومتصلة بعضها البعض من المساعدة الإنسانية في عدد كبير من المجالات، إلا أن طبعاً طبيعة الحديث عنها هذا اليوم لأنها هي آخر مساعدات تم اعتمادها ووصلت اليومين الماضيين إلى ميناء عدن، واستقبلها وزير النفط والأخ السفير السعودي مشكورين، و طبعا وضعوا بلان أو خطة استخدام هذه المساعدات. نحن نعرف أن اليمن إشكالية كبيرة في الطاقة الكهربائية، يعني العجز الكبير في الاحتياج أولا كطاقة كهربائية يعادل 40% إلى 50% من احتياج اليمن. الشيء الثاني أنه كل المحطات الكهربائية في اليمن ما عدا محطة مارب الغازية فقط، ولا كلهم يعملوا بالديزل والمازوت. هذا أرهق الاقتصاد اليمني خلال عشرات السنين الماضية، لأن البنية التحتية مبنية على استهلاك الديزل والمازوت. طبعا الديزل في المرتبة الأولى والمازوت في المرتبة الثانية، رغم إنتاج المازوت يساوي في النفط الخام يعني يزيد على 40% أو 36 إلى 40% من إنتاج أي نفط خام ككميات محددة في عملية التصنيع، والديزل تكون كمية أقل والبترول أقل. فإشكاليتنا في الديزل أنها يعني إنتاجه أقل من 20% حتى في المصافي العالميا. الشيء الثاني انه كل محطات الكهرباء تستخدم اغلبها في الديزل ما عدا محطات بسيطه تستخدم المازوت، واحنا لاحظنا انه مكونات المنحه هذه ديزل ومازوت، كميه المازوت اقل طبعا وكميه الديزل اكبر. هذا بيتيح للمحطات اليمن كلها ان تعمل في وقت واحد. عندما نتكلم عن ارقام المنحه الكريمه من المملكه العربيه السعوديه، هي 60 مليون دولار شهريا، بمعنى 2 مليون دولار يوميا، يعني بواقع تقريبا فوق المليار والنصف ريال يمني. هذا مبلغ مش ما هوش شهري. بسيط يوميا مليار، يعني انه اكثر من 500 مليون دولار مليون دولار في النصف مليار في السنة. هذا مبلغ برضو احنا يعد ميزانيتنا اصلا في اليمن خلال الخمس السنوات الماضية وخلال ما قبل الحرب 14.5 مليار دولار، يعني احنا الان نصل الى ما يساوي 10% من ميزانيه اليمن الطبيعيه. الامر اللي برضه لابد الاشاره له انه انتاج احنا من النفط مقابل استهلاكنا من الوقود الديزل وقطاع الكهرباء ما هوش متناسب، يعني في بعض الاحيان مثلا 300 او حوالي 60 360 الف برميل مقابل 389 الف، عندنا دائما عجز تقريبا ما بين 20 و 40 الف برميل، باعتبار انه النفط يساوي الوقود، وهذا غلط. النفط يصدر باسعار نعرف احنا ما يتجاوز 80 دولار، بينما نعود نستورد نفس عدد البراميل لكن باسعار مضاعفه، يعني سعر الديزل البرميل اكثر من سعر النفط الخام وسعر المازوت وسعر البترول وهذا، بل باضعاف الاضعاف. هنا احنا بنوفر كم يعني مبلغ كبير جدا، لانه حتى لو احنا مقابل الانتاج نفسه ما يساويش المنحة هذه. يعني أنا أقصد أنه إحنا بننتج برميل واحد ونبيعه بثمانين، نضطر نستورد أربعة براميل وكل برميل بقيمته 400 دولار ولا 300 دولار، لأنه نفط مكرر، المكرر فيه قيمة مضافة وقيمة مضافة أضعاف مضاعفة للقيمة الفعلية للوقود. هنا أهمية المنحة هذه بتنعكس على إرادة اليمن، تحسن الأوضاع من الجانب الميزانية والإيرادات العامة للدولة، إمكانية الطاقة طبعا استمرار الطاقة بشكل دائم في جميع محافظات الجمهورية، عدم وقف النزف اللي موجود في الاقتصاد اليمني، وخاصة هذا الموضوع زي ما سماه رئيس الوزراء ثقب أسود يلتهم كل المساعدات وكل شيء، وهذا من زمان يعني احنا نعلم جميعا هذا الكلام. طيب إذن سنستمر وسنتحدث أيضا وسنفصل في هذه النقاط التي أشرت إليها. معي الآن عبر الهاتف للمشاركة في هذا الموضوع أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد قحطان القحطاني. دكتور محمد قحطان أهلا وسهلا بك. يا مرحبا. حيا. يا مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نحن نناقش اليوم دكتور محمد منحة المشتقات النفطية السعودية الشهرية وأثرها على الكهرباء واقتصاد اليمن. هذه المنحة التي بدأت بالفعل ووصلت إلى اليمن وستكون بشكل شهري ومقدرة بستين مليون دولار شهريا، كيف سيكون انعكاسها على وضع الاقتصاد في اليمن؟
طبعا يعني باعتقادي انه يعني الانهيار الاقتصادي اللي حاصل في اليمن ما ينفعش معه معالجات وقتيه. يعني الان نحن نتحدث عن المنحه السعوديه، والمنحه السعوديه تم اعلانها قبل فتره، وكان من المهم انه يعني تحدث اثر بما يتعلق بايقاف التدهور اللي حاصل في الاقتصاد اليمني. لكن انا من وجهه نظري انه الوديعه السعوديه لا يمكن يعني ان تعالج انهيار الوضع الاقتصادي مهما بلغت بدون اجراءات حكوميه فاعله. ولاجل ذلك يعني انا باعتقادي انه الحكومه ينبغي ان تقدم على مجموعه من الاجراءات يعني ليكون بالوديعه السعوديه واي ايضا يعني دعم خارجي اثر على الواقع. انا استطيع ان الخص يعني ما ينبغي على الحكومه عمله في الظرف الحالي ب 11 نقطه وعلى النحو الاتي: اولا ينبغي على الحكومه الاستقرار داخل اليمن ودفع رواتب مسؤوليه الدوله لكل من يستلم رواتب من الدوله بالريال اليمني باستثناء الطلبة والدبلوماسيين، مع أهمية تخفيض أعداد العاملين بالسلك الدبلوماسي يعني في سفارات اليمن بالخارج. ثانيا تفعيل كافة الموانع والمطارات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية ومواجهة الفساد في كافة معابر اليمن مع العالم الخارجي. ثالثا تفعيل قطاع الصادرات للنفط والغاز بصوره كامله. رابعا تفعيل شركات ومصالح ومؤسسات الدوله وبالاخص شركه النفط وفروعها في المحافظات المحرره، وايضا المؤسسه الاقتصاديه العسكريه وتنشيط كافه فروعها في المحافظات المحرره وغيرها من المصالح من المؤسسات والمصالح الايراديه، على اعتبار انه تحرير يعني تفعيل هذه الشركات يعني سيلعب دور كبير جدا في توفير يعني السلع اللي يحتاجها المواطنين والابتعاد عن المضاربه اللي يقوم بها التجار من وقت الى اخر. خامسا تشغيل مصافي عدن وتامين احتياجات المحافظات المحرره من مشتقات النفط من هذه المصافي بدلا عن الاستيراد. لانه لا يمكن انه تبقى الحكومه تعتمد على استيراد النفط من الخارج ولديها يعني مصادرها يعني حقول لانتاج النفط تحت سيطره الحكومه الشرعيه. ثالثا اصلاح الجهاز المصرفي وتسجيل الدوره النقديه بصوره كامله على الاقل يعني في العاصمه المؤقته والمحافظات المحرره. يعني لا يزال الجهاز المصرفي حتى الان يعني غير مفعل بالصوره المطلوبه، وبالتالي بيكون من الصعوبه انه الاقتصاد يستعيد دورته الاقتصاديه. تابعا اعاده بناء اجهزه الامن في كافه المحافظات المحرره بصوره تحقق الامن والاستقرار في هذه المحافظات، لانه بدون ما يتحقق الامن والاستقرار في العاصمه الاقتصاديه عدن وايضا المحافظات المحرره بيكون من الصعب جدا انه الحكومه تمارس انشطتها، وبالتالي يكون لاي ممارسه اثر على الواقع، فتبقى يعني الظروف غير مهيئه للاستقرار. ثامنا مواجهه الفساد في الاوعيه الايراديه للدوله في المحافظات المحرره بصوره تضمن تدفق الواردات الماليه للدوله من مصادرها المختلفه للبنك المركزي وفروعها في المحافظات المحرره. يعني بدلا من ان تلجا الحكومه الى مصادر التمويل التضخمي وهي لديها اساسا موارد، لكن للاسف الشديد يعني اوجه الفساد المنتشره في الاوعيه الايراديه هي اللي تعيق انه الحكومه تحصل على وارداتها يعني وبالتالي تمول احتياجاتها للرواتب والاجور والنفقات التشغيليه المختلفه. عن التاكيد على ما اعلن من رئيس الوزراء بخصوص التوقف عن التمويل التضخمي من خلال الاصدارات النقديه الجديده والعمل باساليب غير تضخميه، مع اهميه
سحب النقود الثالثة. الآن في لدينا كمية كبيرة من النقود الثالثة يتم تداولها في السوق. يعني وأنا أستغرب كمان أن الحكومة يعني رقم أنها نجعت لإصدار لكمية كبيرة من الإصدارات النقدية وما وفرتش الفئات النقدية الصغيرة مثل 100 ريال و50 ريال و20 ريال و10 ريال الآن تكاد تكون مفقودة في الأسواق والناس يواجهوا صعوبة في عملية تبادل النقود بالسلع. عاشرا يعني معالجة مشاكل المغتربين في السعودية وتأمين تدفق عائداتهم للداخل اليمني عبر الجهاز المصرفي اليمني. هذا نحن تكلمنا فيه كثير، نقول بأنه المغتربين بالملايين في السعودية، وبالتالي يعني إذا ما تم التفاهم مع يعني المملكة العربية السعودية بحيث أنه يعني تلغي الإجراءات التعسفية على اليمنيين بصورة استثنائية، وبالتالي يعني يكون هناك اتفاق لإجراءات محددة لتدفق عائدات المغتربين عبر الجهاز المصرفي اليمني، يلعب دور كبير جدا في النشاط الاقتصادي في اليمن. نعم. الحادي عشر والأخير اللي هو العمل بأسلوب التخطيط والابتعاد عن العمل العشوائي، مع أهمية أنه يكون للحكومة برامج تشوفية مناسبة لحالة الحرب. طبعا هذه الخطوات، وهناك طبعا إجراءات تفصيلية كثيرة. نعم. يعني مرتبطة ومتعلقة. على سبيل المثال تسجيل الوزارات وفروعات المحافظات وبالذات الوزارات الخدمية مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه والنقل. ومن المهم جدا يعني إذا ما تفعلت وزارة النقل أنه تفعل وسائل النقل العامة بحيث أنه يعني تلقي معارة الناس في هذا المجال. نقاط في غاية الأهمية. دكتور محمد قحطان القحطاني أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، شكرا لمشاركتك لنا هذا الحوار، أشكرك جزيل الشكر. شكرا. وأعود إلى ضيفي هنا الدكتور إيهاب القرشي، لعلك استمعت حديث الدكتور محمد قحطان القحطاني أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز. خبراء الاقتصاد يضعون كثير من النقاط المتعلقة بالاقتصاد اليمني، ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا شيء واحد فقط. نحن عندما ننظر لكافة النقاط التي ذكرها الدكتور مشكورا نجدها عبارة عن خطة تنفيذية، وقد تكون هناك نقاط أكثر، وإذا وصلنا للتفصيل أكثر سنصل إلى مئات النقاط ثم آلاف ثم ملايين النقاط التي يجب أن يفعلها المسؤولين أو الموظفين بمستوياتهم المختلفة. لكن لابد أن نحدد إحنا المؤشر العام لماذا ينقصنا من أجل أن ننفذه. أولا في مفهوم الفساد. مفهوم الفساد عند العامة وعند الحكومة وعند العاملين ضد الفساد مفهوم معكوس، هم يتحدثون عن فساد مالي وإداري وهو متنافي للواقع. الفساد هو إداري ثم مالي، وهذا ما جاء في بإشارة من رئيس الوزراء بأنه نحن نحتاج إلى إدارة. فالإدارة عندما تتحسن الإدارة تبدأ بالقضاء على الفساد. الإدارة نفسها هي التخطيط والتنفيذ، وكل ما تحدث عنه الدكتور الآن هو ينبثق من تجويد وتحسين العملية الإدارية في الجهاز الدولة. إذا تحسن هذا كل واحد مدير عام وكل وزير وكل متخصص يعرف ماذا يجب أن يعمل. طب ما احنا أيضا في حكومتنا وفي شرعيتنا وفي بلدنا حتى في السابق وحتى الآن كل مرة نقوم بتغيير الحكومة ونقيل رئيسها أو بعض وزرائها ونقول بحجة الفساد ونأتي بآخرين، لكن المشكلة حتى لم تحل. الحل هو بالإدارة، لأنه إحنا لما نعمل نظام وإدارة نجيب أي شخص هو يستطيع أن يسير العملية. لكن إذا كان النظام نفسه هو النظام الإداري فيه خلل كبير، لو تجيب أفضل الناس في العالم سيأتون على نظام معاق، على نظام فاسد لا يستطيع الوصول إلى نتائج. أنا قصدي أنه بناء نظام الأشخاص هم مكونات النظام هذا، لكن لما يكون النظام أصلا يعني إحنا مثلا عندنا في اليمن وفي دول كثيرة النظام المالي عندنا في خرق كبير. يعني إحنا نعتمد على نظامين أو آليتين في العمل، إما استحقاقات أو نقدي مثلا، هذا يفهمه كثير الاقتصاديين في المتخصصين في الكلام هذا، ونحن نتعامل بحسابات الدولة بالنظام النقدي، بينما حقيقة في عندنا عجز في الموازنة وعجز كذا ومستحقات أو وفر في الميزانية وتؤجل وتحول إلى بنود أخرى، وهذا مخالف للنظام النقدي. يعني إذا كان إحنا نخالف نظامنا اللي نحطه إحنا
هو المفروض يكون في أنظمة مركبة. على العموم احنا نقصد انه لابد من تقويد وتحسين الإدارة في سبيل الوصول الى معالجة مشاكلنا. نعم. طيب نحن مثلا مشاكلنا اليوم متعددة ومتنوعة ولها زوايا كثيرة، من ضمنها وما هو مطلوب ايضا من حكومتنا ما يتعلق بالجانب العسكري، وما يتعلق ايضا بالجانب الأمني، وما يتعلق ايضا بالجانب الاقتصادي. رئيس الحكومة مع أيضا بداية عمله جعل من أولى أولوياته الملف الاقتصادي، ربما جعل هذا هو الملف الذي يمكن أن يتحرك في إطاره خلال فترته القادمة. بالتالي يعني لأي مدى الواقع يعني هو جعل الملف الاقتصادي أولوية يبدو صعبا نوعا ما من غير ما تحل مشكلة الأمن ومشكلة ومشاكل أخرى من ضمنها المشاكل العسكرية ومشكلة الحرب وغيرها. كل الأشياء مرتبطة ببعضها. أنا سئلت في أحد الحلقات بأنه العمل الإغاثي والإنساني، عندما نتحدث عن الإغاثة وعن الإنسان وعن المجاعة في اليمن، هل هذا كلام سياسي؟ طبعا نعم، لأنه هي عملية مترابطة. والجانب الاقتصادي أيضا نعم متعلق بالسياسة، والجانب العسكري متعلق بالسياسة. لذلك لابد أن يكون في إصلاحات سياسية، في انتصارات عسكرية حتى ينعكس على الوضع السياسي وينعكس برضو على الجانب الاقتصادي والإنساني. الرئيس الوزراء عندما يتحدث على الإصلاح الاقتصادي لابد أن أيضا أن يواكب الإصلاح السياسي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح أمور كثيرة جدا، والأمني وكل شيء مرتبطين ببعض. لا تستطيع أن تحقق واحد منهم دون الآخر. الشيء الآخر، إحنا لابد أن نقود أداءنا. نحن في وضع صعب جدا، يعني إذا قلت لنا منحة زي ما الآن إحنا نظرنا لمنحة المشتقات النفطية وسمعنا لسعادة السفير وهو يتحدث عن مراقبتها وعن التتبع لها وعن رصد كل حركة حتى لأي كمية من الكميات، لابد أن تروح للمكان اللي خصصت فيه. هذا مهم جدا. نحن عندما نتحدث عن المساعدة الإنسانية من المملكة العربية السعودية، يعني المملكة العربية السعودية هي استمرار وتاريخ للعطاء. من العام 1975 تسع سنوات قدمت المملكة 115 مليون دولار. التسع سنوات الثانية إلى نهاية 2011 من سنة 2001 قدمت 9 مليون دولار. لكن لما نحن نشاهد الآن، مثلا عندي هنا رسم بياني لو الأخ في الكاميرا، هذا من العام 75 إلى 90 الأخ المخرج. نعم. إذا في أنت إمكانية يعني من عام 1975 إلى عام 1990 115 مليون، من 2001 إلى 2011 593 مليون، من العام 2012 إلى 2014 2 مليار دولار. لكن احنا لما ننظر الان من 2014 2018 10.480 مليار دولار. يعني شوف المساعدات الانسانيه كيف تزايدت، لانه في وضع، احنا في وضع صعب، لابد ان نقود هذه المساعدات. هل تكفي هذه المساعدات فقط لليمن؟ لا تكفي، لانه احنا نتكلم عن 5 سنوات على 14 مليار، من ضمنها 5.5 مليار مقابل الرسوم اللي عفي عن رسوم الإقامات للوافدين من اليمن، كانت حكومة أو موظفين. هذا الحالة. فإحنا نحتاج إلى 14 مليار كل سنة، 4 سنوات، يعني ما فوق 50 مليار دولار. الدرجة أو المعيار الأساسي هو كيفية الاستفادة من هذه المنح وتوظيفها وإخراجها بشكل فاعلي. تؤثر مثلا الآن لدينا هذه المنحة ستوفر قرابة كم؟ ستوفر 2 مليون دولار يوميا. من مصروفات الحكومة في يعني لصالح الكهرباء، 200 مليون دولار يوميا، ليس بالرقم البسيط، ويمكن الاستفادة من في توظيفه في أماكن أخرى. هذه النقطة سأستكمل الحوار معك بعد أن نخرج إلى فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم، مرحبا مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل عدنا إليكم ليكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إيهاب القرشي، مدير مشروع الرقابة والتقييم في منظمة سكوب. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا. للحديث عن منحة المشتقات النفطية السعودية وأثرها على الكهرباء واقتصاد اليمن.
أجدد ترحيبي بك دكتور. هذه المنحة تشير الأرقام على أنها ستوفر مبلغ مليونين دولار يوميا من ميزانية اليمن. كيف يمكن الاستفادة من هذا المبلغ؟ أولا عندما نقول أنها ستوفر علينا 2 مليون دولار يوميا، أي لابد أن نضربها في 2، لأنه بدلا أن كنا نصرف من عائدات النفط أو من عائدات اليمن الاقتصاد اليمني 2 مليون دولار يوميا، الآن هي موفرة فري مجانا، بالإضافة إلى أن احنا نستطيع الاستفادة من 2 مليون دولار اللي كان مفترض أن احنا نصرفها في أعمال أخرى في قطاعات أخرى. وهنا الفائدة صحيح أنها 2 مليون دولار، لكن الفائدة بتكون عبارة عن 4 مليون دولار يوميا، يعني حوالي مليار دولار سنويا. وهنا لابد أن تركز هذه الاستفادة بإدارة سليمة وبتتبع مراقبة لكل المبالغ التي تصب في المنحة أو في القطاعات اللي نحن نتحدث عنها، مثل الكهرباء ومثل كمان ممكن نصل للطاقة الكهربائية وغيرها، للطاقة الكهربائية، للصحة، للتعليم، لأي مواضيع أخرى تنموية. القدير بالذكر أن مثل ما قلت لك قبل شوية أنه إحنا ميزانيتنا 14.5 مليار، طبعا ما فيش عندنا ميزانية، إحنا ما فيش تمويل للميزانية، اللهم عبارة عن مساعدات إنسانية فقط، لكن كميزانية للدولة لا توجد من يوم الانقلاب حتى اللي أعلنت عنها العام الماضي كانت عبارة عن مساعدات، لكن بالمجمل من المبالغ التي لدى الحكومة هذه التوفير لابد تلتم هذا المبالغ وتجود في اتجاه الميزانية، في ميزانية منظمة مرتبة. نعم، وكان ربما رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغر قد أعلن عن ميزانية لكنها افتراضية، كانت افتراضية ولم تنجح. طيب معي الآن الدكتور سامر القطيلي، الناطق الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. دكتور سامر أهلا وسهلا بك. أهلا بكم، أحييكم وأحيي ضيفكم الكريم وأحيي المشاهدين الكرام. والتحية لك دكتور سامر. نحن اليوم نناقش موضوع المنحة، منحة المشتقات النفطية السعودية الشهرية وأثرها على الكهرباء واقتصاد اليمن. ربما ناقشنا أجزاء منها، لكن إذا كان هناك من أي تفصيل يمكن الاستماع إليه من قبلكم دكتور. أولا أشكركم الحقيقة، يعني ما قدمته المملكة العربية السعودية في هذا القطاع يهدف إلى دعم الخدمات الأساسية المقدمة للشقاق اليمن، ومن أهم الحقيقة قطاع الكهرباء وكذلك قطاع الماء والبنى التحتية. بالتعاون بين مركز الملك سلمان وكذلك العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، كان هناك خطة الحقيقة لها عدة أبعاد ومحاور، لها بعدها الإغاثي العاجل ولها بعدها كذلك بعد يتعلق بالتعافي المبكر، وكان لها بعد مهم جدا الحقيقة وهو بعد يتعلق بالبنى التحتية وكذلك دعم الخدمات الأساسية. لذلك رأينا في هذه السنة تطور كبير جدا في العمل أو في الملف الإنساني والتدخل الإنساني في اليمن، حيث شمل الحقيقة أبعاد ومحاور جديدة. ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال الذراع الإنساني ومن خلال كذلك العمليات الإنسانية الشاملة الحقيقة يهدف إلى استعادة الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها أو حتى تلك المناطق التي ما زالت يعني تحت قبضة العصابات الحوثية لكنها تعاني، يهدف التدخل هناك إلى رفع المعاناة وتخفيف الحقيقة المعاناة عن إخواننا وأشقائنا الذين تحت سيطرة العصابات الحوثية. هذا واجب ما تقدمه المملكة العربية السعودية، هو واجب حقيقة تجاه الأشقاء في اليمن. وهذه المساعدات وهذا المحور من المساعدات يرسل رسائل مهمة جدا أو رسالة مهمة جدا للأشقاء في اليمن، أن دول التحالف عموما المملكة العربية السعودية خصوصا حريصة الحقيقة على أن يعود الاستقرار لليمن، بدءا بالمناطق التي الآن تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وأن تستعيد هذه المناطق الحقيقة الحد الأدنى من الخدمات بأسرع وقت ممكن، والحقيقة وضع اليد على الفجوات والتحديات والخدمات الأساسية ووضع الخطط الملائمة لمعالجتها الحقيقة سهل بشكل كبير جدا. والتعاون بين الحكومة العربية، حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة كذلك. نعم دكتور. دكتور سامر، دكتور يبدو
هل أنت معي؟ نعم انقطع عن الحديث قليلا. طيب آخر ما سمعتموه هو ربما ثانيتين فقط منذ أن سألت. نعم أنا أقول أن يعني الحقيقة التعاون المشترك بين الحكومة الشرعية وحكومة خادم الحرمين الشريفين والقطاعات المختلفة سواء وزارات وغيرها وتحديد الاحتياجات والفجوات الموجودة والخدمات الأساسية ووضع خطط ملائمة الحقيقة سوف يسرع في استعادة هذه الخدمات وخلق نوع الاستقرار في الخدمات الأساسية. نعم. وهذا الحقيقة يعني هذه الخطوة هي في هذا الاتجاه، يعني توفير المشتقات النفطية لخدمة قطاع الكهرباء الحقيقة خطوة أنا أظنها رائدة ويعني في مكانها السليم، وأرجو أن تتكرر هذه الخطوات التي تساعد استقرار الخدمات الإنسانية في المناطق المحررة بإذن الله تعالى. طيب دكتور، فيما يتعلق بالمعونات المتتابعة و المستمرة من قبل المملكة العربية السعودية ومن قبل أيضا مركز الملك سلمان للإغاثة، ما هي آخر الأعمال الإغاثية لمركز الملك سلمان المنفذة في اليمن ونحن نتابع أعماله أولا بأول؟ يعني ما تقدمه المملكة العربية السعودية، أكرر هذا، من خلال الذراع الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية هو واجب. ونحن عندما نذكر بعض الحقائق حول المساعدات حقيقة لا نذكره من باب المنة على الأشقاء ولا من باب ذكر العمل، لكن من باب تبيين الحقائق لا أكثر، لأن هناك حقيقة دعاية مضادة وتشويه للحقائق، فهو من بيان الحقيقة، لكن كذلك من بيان الحقيقة أن نقول أن ما نقدمه هو واجب تجاه أشقائنا في اليمن. المشاريع التي يقدمها المركز الملك سلمان هي في كل حقيقة قطاعات العمل الإنساني ما زالت مستمرة، هناك تركيز كبير جدا الآن حقيقة على قطاع الأمن الغذائي، هناك مشروع من برنامج الغذاء العالمي الآن بمبلغ 13 مليون دولار يستهدف أكثر من مليون و 86 ألف شخص تقريبا، لخلق نوع من حقيقة الاستدامة وكذلك منع حدوث يعني احتياج حاد في مجال الغذاء. كذلك في مجال الأمن الغذائي الآن هناك حقيقة تركيز مهم جدا على بعض البؤر التي شاهدنا فيها نقص كبير جدا في الغذاء، سواء كانت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية أو المحررة، وانطلق المركز حقيقة لمنطقة في الضالع وخطاء يحقق اكتفاء لمدة شهرين قادمة لكل سكان تلك المنطقة، وكذلك تحرك باتجاه تلك المناطق التي ما زال يسيطر الحوثيين قريبا من حجه، وكذلك استطاع ان يحقق الحقيقه نوع استقرار وامن غذائي لمده شهرين او اكثر لمتابعه هذه الحقيقه المناطق التي ربما تشهد احتياجا حادا في القطاع الامن الغذائي، هو الحقيقه الان مهمه او اولويه لمركز الملك سلمان. هناك استمرار في قطاع الحقيقه التعليم ودعم التعليم، المركز وقع اتفاقيه إطارية مع وزارة التعليم والتربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، تهدف هذه الحقيقة الاتفاقية للتعاون مع المركز بحيث نستطيع أن ندعم قطاع التعليم في اليمن، سواء كان في قطاع المستلزمات وتأهيل الفصول الدراسية أو في قطاع الحقيقة العناصر العملية التعليمية المختلفة، طباعة المناهج وغيرها من الأمور. ما زال هناك كما هو معلوم العمل في قطاع الصحة، بحمد الله عز وجل استطعنا أن نصل إلى أكبر المستشفيات ونمدها بالاحتياجات الأساسية من الأدوية والمستلزمات وغيرها، كنا في عدن، كنا في مأرب، كنا حقيقة في مناطق في مدن كبيرة كثيرة، وما زال الإمداد بحمد الله عز وجل مستمر. الحقيقة الحدث الأهم كان ربما أعصار بابان في المهرة كما تعلمون، كان هناك استجابة الحقيقة سريعة جدا من عدة قطاعات، وكان هناك منظومة عمل مشتركة من الجهات من مركز الملك سلمان، من قوات التحالف، من الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، كذلك من القوات على الأرض والجهات الحكومية اليمنية والجهات الوزارية،
كل هذا العمل حقيقة أنا أرى أنه قدم نموذجا رائعا للتدخل السريع في حالة الكوارث، واستطعنا بحمد الله عز وجل أن نصل إلى 66 ألف مستفيد حتى الآن في تلك المناطق، وفرنا السلال الغذائية، وفرنا الإجواء، عدنا فتح الطرقات بحمد الله عز وجل، أنقذنا العالقين بطائرات الهليكوبتر. الحقيقة كانت عملية ربما من أكثر العمليات كفاءة في اليمن حتى الآن. أنا لا أريد أن أطيل عليكم سيدي العزيز ولا على ضيفكم الكريم، الحق استمتع دائما بحديثة، لذلك يعني أضطر أن نقف عند هذا الحد والحديث يطول. كل الشكر والتقدير لك دكتور سامر القطيلي الناطق الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شكرا لك على مشاركتك لنا دكتور. وأعود إلى ضيفي هنا الدكتور إيهاب القرشي، في إطار الاستفادة من المنح وحسن الإدارة التي أشرت إليها والتي تنقصنا بشكل كبير، كان هناك قبل يومين وفي وقت وصول أو في نفس ذات الزمن لوصول المنحة السعودية إلى عدن، كان هناك تسريب لكميات كبيرة من المازوت من محطة الحسوة الكهربائية الحرارية بمحافظة عدن، وأشارت الأخبار على أن بحيرة من المازوت في المحطة تم إفراغه عن طريق ترك الأنبوب مفتوحة. بدوره مدير المحطة وعد بمتابعة القضية والتحقيق فيها، يعني كيف تقرأ مثل هذه الحوادث المفتعلة؟ من هم الذين يسرفون وأيضا يعني يدمرون اقتصاد اليمن ويعبثون به بهذا الشكل؟ مثل ما قلت قبل قليل أن كلها متسقة مع بعضها، الجانب الأمني لابد أن يكون إلى جانب الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي في الدولة والإصلاح أيضا العسكري، لكن هذه عملية قد تكون تخريبية وقد تكون جنائية أو قد تكون أيضا مماحكات إدارية في محطات الكهرباء، ونحن نعلم عن النزاع المتزايد ما بين الموظفين لوضعهم السيء، لكن التحقيقات هي اللي بتوصل الحقيقة وستعلم في حينه، لكنها تعتبر من نوع من الهدر أيا كان شكله، لأنه ما في أمن يضبط المكان أو المنشأة بشكل سليم وقوي، فلا بد من تعزيز الكادر الأمني. طبعا احنا نتحدث عن مشتقات نفطية، عن ناقلات، عن مخازن، عن صوامع للتخزين، عن نقل كل المحافظات، لا بد ان يكون وكل الكل سمعوا عن المنحة هذه، الطيب والبطال يعني في اليمن، فقد تتعرض القاطرات للاختطاف، للتقطع، للتفجير، لأمور كثيرة لابد أن تعزز أمنيا. يعني نحن كنا في العام الماضي نتأثر يعني بقطاع طرق أو بعمليات سطو مسلح أو كذا على المساعدات الإنسانية الغذائية، فبالك بوقود جاهز يعني وديزل، كل المزارع تحتاجه، كل المولدات الكهربائية تحتاجه، كل شيء، فلابد أن يعزز أمنيا. نرجع بس فقط أقول إنه المنحة السعودية فعلا إنها عائد كبير لليمن، لكنها لا تكفي، ولا يكفي أن نعتمد فقط على المملكة العربية السعودية مشكورين. نحن في اليمن أربع احتياجات لنا، أربع أشياء. أولا إنقاذ الحياة، وإنقاذ الحياة نحن 13 أو 11 مليون فاصل ثلاثة نحتاج إلى إنقاذ الحياة فورا بدون أي كلام ولا تخطيط ولا تطوير ولا تعريض. هذا الآن يقع في المجاعة، بعد إنقاذ الحياة هذا يأتي الخدمات الأساسية اللي بدأت الآن المملكة فيها، وبدأت من العام الماضي طبعا من إصلاح طريق الضالع قعطبة، وأيضا دعم الموانئ بالرافعات، هذا 70 مليون دولار كانت في العام الماضي ودخلت من ضمن ميزانية أو خطة استجابة 2018. نعم. قلت إنقاذ الحياة أولا، ثم الخدمات الأساسية، ثم يأتي الحماية، وبعدين التنمية. لا نقفز، يعني قد نحن فعلا انقاذ الحياة والأشياء الأساسية، الكهرباء الآن أصبحت من مقومات الحياة، من مقومات الحياة الرئيسية، لكن نحن نتحدث عن طعام، صحة، نظافة، غاز، مواصلات، السلة الغذائية الدنيا للمواطن اليمني. طيب معي الآن عبر الهاتف المهندس أمجد مانا، نائب مدير عام التوليد في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن. مهندس أمجد أهلا وسهلا بك. حياك كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بك. نتحدث اليوم مهندس أمجد عن منحة المشتقات النفطية السعودية وأثرها على الكهرباء واقتصاد اليمن.
بالنسبة للكهرباء، ما الذي يمكن أن تقدمه أو تحله من إشكالات هذه المنحة الشهرية؟ طبعاً أول في البداية نود أن نشكر الشعب السعودي متربي على معالي خادم الحرمين الشريفين سلطان الملك سلمان الحزم على مساعداته بكافة المجالات في ودعمه في وكذا هو التحالف لليمن والمواطن اليمني. طبعاً هذه المنحة السعودية للوقود بدأت كثيراً في استقرار توفير خدمة الكهرباء للمناطق المحررة ومنها عدن. طبعا الكل كان يعاني من مشاكل الكهرباء والانقطاعات التي كانت تحدث سابقا لعدم انتظام توفير المشتقات النفطية، كما ان اضافة الى ما الى النقص الى نقص التوليد يعني الذي لا يغطي مثلا الاحمال في خلال فترة الصيف. نعم مهندس أمجد، فيما يتعلق بالمنحة ما هي المناطق التي ستشملها؟ إلى أي محافظات يمكن أن تصل؟ هي المناطق أول تشمل بشكل رئيسي محافظة عدن والمحافظات المحيطة فيها أبين ولحج وكذا حضرموت، يعني المناطق المحررة. يعني هذه الكمية كلها يعني فقط ستكفي لهذه المناطق؟ طبعا هي الدفعة الأولى والذي بتساعد نحن في بتغطية العجز الذي الحاصل في المشتقات النفطية الآن. ايه احنا نتحدث عن منحة شهرية بهذا القدر، قدر تقريبا 62 ألف طن من الديزل و 25 ألف طن من المازوت. هذه الكميات يعني ستكون كافية للمناطق التي ذكرتها بشكل شهري، أليس كذلك؟ لا، هذا يعتمد على حجم التوليد، يعتمد على الفترة التي تطبخ فيها. فمثلا الآن خلال فترة الشتاء قد تكون جائعة تزيد، لأن الأحمال التي في خلال فترة الشتاء بتنقص، يعني الطلب على الطاقة الآن ممكن ينزل بحدود 160 خلال الأشهر القادمة. نعم، إذن يعني إلى أي مدى هذه المنحة ستزيل عن كاهل وزارة الكهرباء عبء كانت تتحمله؟ هو الحكومة يعني مشكورة، يعني هي اللي كانت توفر الكهرباء. إيه باعتبارها جزء من الحكومة. أيوه طبعاً هذه بتساعد أول حاجة على استقرار الكهرباء، توفير الكهرباء للمواطن. العائدات التي ممكن تفيد من الحكومة ممكن نحن نستغلها في أعمال الصيانة أو تنفيذ برامج الصيانة للمعدات الكهربائية، شراء قطع غيار ومواد مستهلكة. نعم مهندس أمجد مانا، نائب مدير عام التوليد في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، كنت معنا، شكرا جزيلا لك مهندس أمجد، شكرا جزيلا. أختم معك كلمة أخيرة دكتور إيهاب، لم يعد لدينا الوقت. أقول إنه المساعدة المقدمة من المملكة العربية السعودية وخاصة من منحة النفط الوقود 60 مليون دولار شهريا، لابد فقط ألا نكتفي بأن احنا نضيء أنوار الكهرباء، وإنما نصلح المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء بشكل كامل. يعني لا ننسى بأنه هذا سيعكس على إيراداتها، على صيانتها، على أصولها. لا نبقى ننظر إلى أنه في ضوء وما وراء الضوء ظلام. لابد أن نستفيد من منحة بشكل كامل، وأن نصلح أولا وزارة الكهرباء ومحطات الكهرباء، وأن نعمل على الصيانة، وأن نحسن الإيرادات، وعلى المواطنين أيضا أن يلتزموا بسداد خاصة في المناطق المحررة أو المناطق التي لا يعاني فيها الناس يعني ضيق الحال. نعم. لابد أن يقفوا مع الوطن بواجبهم، وهذا استهلاك بسيط. إذا نجحنا في هذه المهمة ونجح رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والعاملين في المؤسسة، إذن سننجح في الخطوات الأخرى.
والشعب اليمني متحمل نسبة كبيرة من مسألة الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، لأن كل واحد يكفل نفسه بطاقة شمسية وقطاع خاص أيضا به. شكرا جزيلا لك دكتور ريهاب القرشي، مدير مشروع الرقابة والتقييم في منظمة سكوب، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. شكرا لضيوفي الذين كانوا معي أيضا في حلقة اليوم من برنامج مستقبل الوطن، لهم التحية ولكم مشاهدين الكرام أيضا، استودعكم الله وإلى اللقاء.